من الصعب أن يعتقد فيرمير أن نوع المشاهد الخاص به المليئة بالرموز اللاهوتية والأخلاقية ستظهر كما نراها اليوم، حيث لم نعد نلاحظ الرسائل التي كان يجب أن تكون واضحة للمشاهدين في عصره. إننا نتأثر اليوم بالأحرى بتحليله للعلاقة الحميمة، نشوة شخصياته المكرسة للعمل الروتيني اليومي في حالة من الصفاء المطلق، حيث ينغمس الشخص في لحظات معينة من الوجود. يرسم خادمة تسكب الحليب، فتاة تقرأ رسالة، أخرى تكتبها، أخرى تنتظر حتى يتوقف الميزان الصغير، فتاة تقوم بعمل رباط الحذاء، امرأة تعزف العود. ماذا يفكرون؟ لا نعرف، لأن العلاقة الحميمة هي المسافة. نفهم أن هناك كلام في عقول من يقرأ أو يكتب، وفي حالات أخرى هل نشهد الصمت؟ كان فيرمير يمثل المفاهيم الدينية، لكن أعماله ذهبت إلى أبعد من ذلك أو إلى أقرب من ذلك. شخصياته تتواجد هنا في تلك النقطة التي يتركز فيها مصيرنا والتي لها طابع حدث خالد. على الرغم من أنه قد يكون شيئا يحدث لنا بشكل مستمر، إلا أنه أحيانا ما يهاجمنا بحضوره المفاجئ، ثم يجعلنا ضميرنا نفهم أننا أحياء وأننا هنا.